والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. عشان كده أول حاجة يعتني بها الشاب المسلم العقيدة والتوحيد. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. شاب يكون ذول عقيدة وذول توحيد ما يتخدع ساي. الكلام ده قد يكون حار لكن لازم نقبله بحرارته عشان نجري بناء عليه إصلاحات فورية. الله ده يا ما عنده أي شيء، نازي تلجأ لله، توكل على الله. الشباب فاقدين القدوة، ومسألة القدوة الحمد لله الحل موجود في القرآن. الحل ما عند الملاحدة، الحلول ما عند الملاحدة، الحلول في كتاب الله تبارك وتعالى. لكن جيت لله ما أشركت بالله شيء، لا دعيت لك فكي، لا تابعت لك طريقة من الطرق الصوفية، لا دقيت لك نوبة، لا علقت لك حجاب. قال ثم لقيتني، عندك ذنوب قدر الواطة، لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله يغفر لك كله. ربنا ذكر 18 نبي ورسول عليهم الصلاة والسلام في سورة الأنعام، ثم قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. وكان عمل يومته قال داري ناظرني وهرب، ده كبره، شفت كيف؟ وده لو جاء بإذن الله والله كان زل زل من أم ولدته ما شاف. أنا ذول مجرم وذول مستهبل وذول ملحد يا أخي. قال نحن قتلنا الله، قال ودفناه بيدينا ديل، قال ده ما أزله. كما يجيك بعد شوية واحد عامل فيها أنصار سنة يقول لك لا، بالحكمة، الحكمة مع ديل الدرش والجغل، ما في نظام معهم تاني، ودارين يضيعوا الشباب. انتبهوا يا شباب، والله ديل مش من أضل، ديل أضل خلق الله، ما في أضل منهم ولا في ضال زيهم ذاته. دارين يدمروا شباب الأمة دي، ونحن ما بنخليهم، لا بنفجر لا بنقتل، نحن بنفجر عقائدهم الباطلة دي بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبدا ما بيقدر يقارن الحجة بالحجة. ومش انت هربت، أي ملحد لاف في الأرض من الإسكيم محيط المتجمد بغادي إلى المتجمد الثاني البغادي، شمالا جنوبا شرقا غربا، كلهم جيبوه من هذا يتناقش ونجغموا يطيروا من البلد. يا ذول الدرب الفوتو دايت ده، ده فيه متاع الدنيا والآخرة. أنا داري أعرف الناس ذي بيغتروا بالكفار ليه؟ والله يا جماعة يا أخي الإسلام ده فيه الراحة في الدنيا كذا، خليه الآخرة، الآخرة دي من راحة ذاته. اليوم اللي بنرجع واللحظة اللي بنرجع لله الحال ده بنصلح، العيش والخبز والدولار بنزل والأمور كلها بتزبط. حاربنا الله وغشوك الملاحدة ديل، قال لك كل ما تبعد من الله حالتك بتتصلح، أو ده بعدنا من الله إلا من رحم الله. وين الحالة؟ اتصلحت يومي زايدة، بل كل ساعة زايدة. يا ناس اتقوا الله سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله عز وجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول وصية للشاب المسلم العقيدة والتوحيد. شوف ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن أصحاب الكهف، أصحاب الكهف ذيل كانوا فتية يعني شباب، ربنا قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا. فكان مشكلتهم مع قومهم ومع الملك بتاعهم في دعاء غير الله من الأوثان والأنداد الباطلة، عشان كده قالوا لن ندعو من دونه إلها،
يعني ذيك قال لهم ادعوا إله من دون الله واستغيثوا وادعوا الأولياء بتاعنا والأوثان بتاعنا، فقالوا لن ندعو من دونه إلها. وده من أعظم النماذج للشباب الصالح المصلح في القرآن الكريم. والناس اللي بتقرأ سورة الكهف وأصحاب الكهف ويقرأ سورة الكهف كل جمعة وكذا، موضوع وقصة أهل الكهف إنهم شباب موحدين. عشان كده أول حاجة يعتني بها الشاب المسلم العقيدة والتوحيد، دي أول نقطة. واعلم أخي الشاب المسلم أن الإنسان مهما اقترف ووقع في الذنوب والمعاصي ولكن كان موحدا فإنه سيهتدي وسيغفر الله له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني ذنوب قدر الواطة وملء الأرض حقتك براك، لأتيتك بقرابها ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. وده الشرط، لو قدر الواطة ذنوب حقتك لكن جيت لالله ما أشركت بالله شيء، لا دعيت لك فكي، لا تابعت لك طريقة من الطرق الصوفية، لا دقيت لك نوبة، لا علقت لك حجاب. قال ثم لقيتني، عندك ذنوب قدر الواطة، لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله يغفر لك كلها. فدي أول مسألة تعتني بها أنت، تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، لا فكي بينفع ولا قبة بتنفع أو تضر ولا حجاب بينفع أو بضر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من علق تميمة، يعني اللي بيلبس له حجاب، فقد أشرك. اللي بيلبس حجاب الرسول قال ده مشرك. والليلة الشباب طوروا الحجابات الشركية وبرضو شرك بالله، برضو شرك، بلابسينها في حديدة كده والله ألومنيوم صغير، ده حجاب. ودي التميمة ذات اسمها في الإسلام التميمة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الرقى والتمائم، التمائم جمع تميمة، والتولة، التولة ده عرق المحبة، الثلاثة ديل، الرقى اللي بتكون بالشياطين، والتمائم اللي هي الحجبات، كان علقت كمون أو لبست حجاب في ألمونيوم صغير زي ما بيلبسوه الشباب الليلة، منتشر بين الشباب، منتشر انتشار شديد، وبعض الشباب يلبسوا كمون برضو ده تميمة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الرقى والتمائم، الحجبات دي كلها كمون، معلق لك حديدة، معلق لك خرزة، ودعة، عرق المحبة، قال دي كلها شرك. والشرك ده يا جماعة أعظم ذنب. يعني اللي بيعلق له حجاب بتاع كمون ولا بتاع غيره، ده ارتكب جريمة أكبر من جريمة الزول الكتل مية نفس مؤمنة. شوفوا الكلام ده كيف. عشان كده الشرك ده أخطر ذنب، وعشان كده ربنا ما بيغفره. ربنا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ده الوحيد الذنب ربنا ما بيغفره إذا مات الإنسان عليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فانتبهوا يا شباب، أول حاجة للنقطة دي، عقيدتك دي ما تلعب فيها. والبيهددوا العقيدة في البلد دي العقائد بتاعت الصوفية دي، لكن انضافوا لهم ناس تانين، الملاحدة والشيوعيين القاعدين يعلموا الشباب الإلحاد بقولهم
الإلحاد لا إله والحياة مادة. أول امبارح عملوا لهم ندوة في الكلاك لأبو آدم في نادي اسمه نادي وردي ملاحدة، متلمين بينكروا وجود الله سبحانه وتعالى، وأضل بشر وأضل أحد الإنسان اللي بينكر وجود الله. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال، وكذلك الشيخ الفوزان حفظه الله قال: الذي ينكر وجود الله أكفر من الذي يشرك بالله، أكفر منه، مع العلم إنه ما في زول بينكر وجود الله من قلبه جوا حقيقة، إنما بينكر وجود الله هؤلاء الملاحدة قبحهم الله جحودا وكذبا من ألسنتهم. وربنا قال كذا، ربنا قال: وجحدوا بها واستيقنتها شنو؟ أنفسهم ظلما وعلوا. حتى فرعون الكان بيقول: ما علمت لكم من إله غيري، بينه وبين نفسه كان يعلم وجود الله. ولذلك جاءه نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وقال لفرعون: لقد علمت ما أنزل، علمت، قال لي أنت تعلم يا فرعون، تعلم ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، ملعون. قال له، وقال لي أنت تعلم إنه ما أنزل الحاجات دي إلا رب السماوات والأرض، تعلم. قال له وفرعون ما نكر، قال له: لا لا، ما بعلم رب السماوات والأرض، أقر. فأي بشر حتى الملاحدة ذيل من جوا نفسهم عارفين وجود الله سبحانه وتعالى، لكن مجارمة وناس جاحدين وناس مجرمين دارين يضللوا الشباب زي ما هم ضلوا، كما قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، يعني في الكفر. فيا شباب انتبهوا ليديل، ديل برضو خطيرين ومنتشرين في الجامعات وبيدخلوا عليكم بالمدخل بتاع الشهوات. يقول لك جلسة استماع غنية لأبو السيد عم عبد الرحيم وصلى على عجل، ولما نصلي يصلي على عجل، وهم هم هم هم، ويدخلوه في الشبكات دي، بعد شوية تلقى نفسك ملحد، ولك جلسة استماع شريط مصطفى زيد أحمد، أو يقول لك ليلة حمراء، أو يرسلوا لك بنات يجندوك للحزب الإلحادي بتاعه. وهم مش قالوا حرية؟ نحن بننجمك بالحرية بتاعتك دي ذاتها، نكرهك ليه؟ لأنه ديل الآن دار يستقطبوا الشباب، في شباب كتار ما عندهم علاقة بصوفية وقوة وكده، لكن ديل دار يسوقوهم للكفر بباب تاني غير باب القوب، وغير الكفر والشرك بتاع الحجبات والتمائم، وغير الكفر والشرك اللي بينشروا المداحين في مدايحهم وغيرهم، ده باب تاني وهو أكفر من الباب الأول، لأنه ده إنكار لوجود الخالق وإنكار للفطرة ذاتها. الفطرة، الفطرة، حتى الكفار حتى الملاحدة ديل ذاتهم، بل أي بشر من بني آدم من أول ابن لآدم لحد يوم القيامة آخر ابن له، ربنا أشهد مقررهم على أنفسهم، على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. كما قال الله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم كلهم، معاهم نقد، وكان معاهم فاطمة أحمد إبراهيم، شفت كيف؟ لأنه كلهم كأمثال الذر زي ما جاء في الحديث، وكان معاهم لينين برضو، وكان معاهم اليومات قال داري ناظرني وهرب ده كبره، شفت كيف؟ وده لو جاء بإذن الله والله كان زل زل من أمه ولدته ما شافه، أنه ذول مجرم وذول مستهبل وزول ملحد يا اخي. قال نحن قتلنا الله، قال، ودفناه بيدين نديل، قال ده ما ازله، عشان ما يجيك بعد شويه واحد عامل في انصار سنه يقول لك لا، بالحكمه، الحكمه مع ديل الدرش والجغم، ما في اي نظام معهم ثاني.
زول يقول كتلت الله ودفنته، اجي اقول له لا كتر الله من امثالك، والله يندرش لما هو زاد يتكيف. لكن هو فيما والجماعه المعاو نبهوه قالوا له والله ورطه ما بتبرق منها ثاني. طوالي قال لي يا اخي ممكن اعملها في اوضه مقفوله، قلت له نظره شرعيه امشي تخرج. فديل دارين يضللوا الشباب ديل يا ناس، ودار يضيعوا اولادكم وبناتكم، غشوهم من ايام الاعتصام، وي 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 وما وي وي وي، ودارين يضيعوا الشباب. انتبهوا يا شباب، والله ديل من ديل مش من اضل، ديل اضل خلق الله، ما في اضل منهم ولا في ضال زيهم ذاته. تكفر يا اخ بالله، اهو ده في ناس كفروا في البلد دي، حصل شنو؟ في كتار كفروا، حصل شنو؟ ماذا حصل؟ يوم البلد كاتمه وبكره تكتم زياده وتاني تكتم، ناس يبيتوا من الساعه 1 بالليل لحد 10 صباحا عشان يشلوا 5 عيشات وده 15 عيشه. حصل ولا ما حصل؟ ناس بيقتلوا بعض في صفوف الخبز والرغيف، يقتل اخوه المسلم يطعنه بسكين او يضرب بفرار وساطور عشان عيشتين وثلاثه. البلد كتمت. الكفر نفعكم بشنو؟ ماذا نفع محاربه الله سبحانه وتعالى غير ما غتست حجر البلد زياده؟ عشان كده ربنا قال ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ضنكا. ده الحاصل ولا ما يهو؟ شوف القرآن ده بيورينا الحاصل تمام. ناس كفار يا أخي، كفار جايين من برا سكارة، وناشر له فيديو ما بيتقال ذات. شفتوا انتو ما بيتقال، والله ما أقدر أحكيه. معاهم بيت وعواليك وصعاليك، دارين يدمروا شباب الأمة دي، ونحن ما بنخليهم. لا بنفجر لا بنقتل، نحن بنفجر عقائدهم الباطلة دي بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبدا ما بيقدر يقارن الحجة بالحجة. ومش أنت هربت، أي ملحد أي ملحد لافي في الأرض دي من الإسكيمو محيط المتجمد بغادي إلى المتجمد الثاني البغادي، شمالا جنوبا شرقا غربا، كلهم جيبوهم هنا ده يتناقشوا وينجغموا ويطيروا من البلد دي. يضيعوا الشباب، وجايبين واحد صعلوك صعلوك من قوم لوط جاهز وصل البلد دي، قال داري يمثل فيلم على اللواط في السودان. تقول لي عيش ما في؟ اقسم بالله ربما بعد شويه يكون الهوى ما في. مش الان صف للعيش؟ ممكن نجيب صف عشان نشم هواء او نشرب جغمه مويه واحده وما نلقاها. يا قوم لوط ربنا قال فجعلنا عاليها سافله، وديك بالمناسبه ما مثلوا فيلم عن اللواط، ديك سووا، لكن ديل حللوا وقالوا اي زول بيتكلم عن الاتباع قوم لوط ديل طبعا بيدلعوه ويسموه مثليين، ما في مثليين، ده لواط. الله قال كده، واسمه الفاحشه، النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، واسمه الفاحشه، الله قال كده سبحانه وتعالى. ديل زادوا على قوم لوط بالمناسبه. ديل استحلوه اعتقادا وقولا وفعلا، وقالوا اي زول بيتكلم فينا ولو بالدليل، قالوا يجب سن قوانين تجرم الزول الانكر علينا بلسانه ده. ديل فاتوا قوم لوط. عشان كده اوعك تقول عيش ما في، لازم يكون ما في، لانه ربنا قال ظهر الفساد في البر والبحر. الفساد قال ابن عباس هو نقصان البركه باعمال العباد، المعاصي والذنوب كي يتوبوا. عشان كده ربنا قال في ختام الايه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ابن عباس يعني قال كي يتوبوا ويرجعوا الى الله. فنحن طالما بنعصي الله وبنسكت على مثل هؤلاء بيجي الفيضان،
بيجي الطوفان، بيجي الجراد، بيجي بتجي المجاعة، بتجي المشاكل القبلية في الشرق وفي الغرب وفي وين، مشاكل ما لها حد. بلد فيها نيلين، النيل ده الرسول قال صلى الله عليه وسلم فجر من الجنة، من جنة المأوى، النيل حقكم ده فجر من الجنة ويكون سبب في عذابنا نحن. ليه؟ يكسر البيوت. ليه؟ لأنه ظهر الفساد في البر والبحر. قوم لوط جاي لها فيه واحدين عاملين عرس راجل سوداني 100%، عرس له الراجل سوداني تاني 100% في أبو حمد محل الذهب، وجايبين واحد هم قالوا تجاني، المهم وطفينها طبعا شغلة كلها بايظة. قال عمل لهم العقد، قال شايل سبحته يا لطيف، جو جماعة بعكاكيس كسروا السبحة وكسروا الدنيا كلها ولخبطوا الشغلة، وده طبعا نحن ما بنقروا لكن هم سووا، الله يغفر لهم، ديل الأخيرين ديل. المهم ده الحاصل. فيا ناس والله إذا ده وضحنا كده ما ترجى صلاح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بتنصلحوا كما في أبي داود حتى تراجعوا دينكم، ترجعوا للدين. وربنا قال لعلهم يرجعون، وربنا قال وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. اليوم اللي بنرجع واللحظة اللي بنرجع لله الحال ده بنصلح، العيش والخبز والدولار بينزل والأمور كلها بتزبط. حاربنا الله وغشوك الملاح ده ديل، قال لك كل ما تبعد من الله حالتك بتتصلح، أهو ده بعدنا من الله إلا من رحم الله، وين الحالة؟ اتصلحت يومي زايدة، بل كل ساعة زايدة. فيا ناس اتقوا الله سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله عز وجل. وصية أخيرة للشباب، الصلاة، الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام آخر ما أوصى به قال الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. الجامع ليه يكون الناس الكبار والعجائز بس الأغلبية؟ وليه الشاب ما يخش الجامع إلا في شباب بيمشوا الجامع، لكن كم في المية ونسبتهم كم بنسبة القاعدين جنب الديجيتال في البيت وشال الموبايل فاتح مواقع إباحية، وممكن يعطل أي حاجة لحضور مباراة في الدوري الإنجليزي ولا كأس العالم ولا الدوري الأسباني ولا غيره، لكن ما ممكن يعطل من زمنه 7 دقائق عشان يمشي الجامع يخط نخرته وجبهته لله الخلق في الواطة. فكيف الحال ينصلح؟ وربنا قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. والصلاة دي يا شباب دي سبب الخير والرزق والمال والقروش والحياة السعيدة في الدنيا وفي الآخرة هي الصلاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصححه الألباني في صحيح الترغيب، قال من حافظ عليها الصلاة عاش بخير ومات بخير. وصح الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أداها يعني الصلاة وفي المسجد وفي الجماعة صبح في الجماعة حاضر والمغرب والعشاء والظهر والعصر إن مات، الرسول قال اللي بحافظ عليها إن مات، قال إن عاش كفي من أي هم وأي حاجة محتاج ليها وأي حاجة خايف منها بيزيح منه، كفي ورزق. شاب يقول لك اتخرجت من الجامعة وجبت درجة الشرف وبرضه ما بشغل، راجع الصلاة بتاعتك، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال اللي بيحافظ عليه إذا عاش كفي ورزق، رزق. وإن مات دخل الجنة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد.
وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير، ونشكر أهل الحلفاية ونشكر جميع الحضور، وكذلك نشكر الشباب الذين يعني هيوا هذا المكان للمحاضرة، وكذلك الجهات في الدولة المسؤولة التي صدقت المحاضرة برضو نشكرها. وهذا كله من باب لا يشكر الله من لا يشكر الناس. جزاكم الله.